بنت اف انتو توري يقول بيغط مسيوني بين انت بايتين ما بشوية ترنشية بول خنتي كنونية انت نف مستريون الثوب اتس مروت بكويف وانت النوبي من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامية، إن مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام العدل الخفين الظاهرين، انزح عنا وعن ساري شعبك وعن هذه الميدان موضوعك المقدس هذا مصالحات ونفعات، فارزقنا اياه لانك انت الذي اعطيتنا السلطان ان ندوس على الحياه والعقارب وعلى كل قوه العدو، ولا تكون في تجربه لكن نجنا. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم شمس كرس كل الشعب وضعف يكون محمد في المثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس بام الكنيسه الواحده الروح المقدسه جمع راس اليوم الافواه الاثنى عشر رسول فمرزين جن ماركوس ورسول ابتار شهيد والبطريرك القديس الرحمن القديس كرس قديس اسر ناس السرس القديس بطرس رئيس الكهنه خاتم الشرق القديس احنا زاب الفم ديس كرس القديس وسرس ومن فن افواه 318 مكتوب من ابنك وال 150 قسطنطينيه ثم بافس فما بين اطبال مكرم سكان الباب الامبراطور الروساني الشريك في خدمه الرسول الايمن اسكن مقرر من الانبامين فما حقارت لأنهم بركة من مجد اسم القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن ودهر الدهور كله آمين. يس آمين كتو ابن ما آتي صوتي شوري الآلة رمي بركاته علينا أمين.
أطلب لكم يا إخوتي برأفات الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية لله، عبادتكم العقلية التي ترضي، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شاكلتكم بتجديد أذهانكم، لتخبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول لكم بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما لنا في الجسد واحد أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع أعضاء لها عمل واحد، هكذا أيضا نحن كثيرون جسد واحد في المسيح، وكل واحد منا أعضاء بعضنا لبعض. فإذ لنا مواهب مختلفة بحسب مقدار النعمة المعطاة لنا، النبوءة فبالنسبة إلى الإيمان، وإن كانت خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، وإن كان من يعزي فيطيب قلب، والمعطي فبصفاء النية، والمدبر باجتهاد، والرحم فبسرور، والمحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ويدين بعضكم لبعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، كونوا غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشاركين في الاحتياجات القديسين، عاكفين على ضيافة الغرباء، باركوا على الذين يضاهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مفكرين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجاوزوا أحدا عن الشر بشر، مهتمين بالصالحات قدام جميع الناس، إن أمكن فسالموا جميع الناس قدر ما تستطيعون، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا موضعا للغضب، لأنه قد كتب لي الانتقام أن أجازي، يقول الرب، فإن جاع عدوك فطعمه، وإن عطش فاسقه، فإنك إن فعلت هذا تجمع على هامته جمر نار، لا يغلبن الشر بالشر، بل اغلب الشر بالخير. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا، أبائي وأخواتي، آمين. The Catholic Epistle from the Epistle of our teacher Saint James, may his holy blessings be thus, Amen. James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field he will pass away. For no sooner has the sun risen with a burning heat than it withers the grass. Its flower falls and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuits. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Do not love the world or the things in the world. The world is passing away and its lust, but he who does the will of God abides forever. Amen. Oh.
كزمروت الي تسلم بك يوتنا تسلم بابن بمائت او بجيعك اياك تتيم A reading from the Acts of our fathers, the pure apostles, were invested with the grace of the Holy Spirit. May the blessings be with us all. Amen. Now when the 7 days were almost ended, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, crying out, Men of Israel, help. This is the man who teaches all men everywhere against the people and the law and this place. And furthermore, he also brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. And all the city was disturbed, and the people ran together, seized Paul, and dragged him out of the temple. And immediately the doors were shut. Now as they were seeking to kill him, news came to the commander of the garrison that all Jerusalem was in an uproar. He immediately took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the commander and soldiers, they stopped beating Paul. Then the commander came near and took him, and commanded him to be bound with two chains. And he asked who he was and what he had done. And some among the multitude cried one thing and some another. So when he could not ascertain the truth because of the tumult, he commanded him to be taken into the barracks. When he reached the stairs, he had to be carried by the soldiers because of the violence of the mob. For the multitude of the people followed after, crying out, Away with him. Then as Paul was able to be led into the barracks, he said to the commander, May I speak to you? He replied, Can you speak Greek? Are you not the Egyptian who some time ago stirred up a rebellion and led 4,000 assassins out into the wilderness? But Paul said, I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no mean city, and I implore you, permit me to speak to the people. The word of the Lord shall grow, multiply, be mighty, be confirmed in the Holy Church of God. Amen. استشهاد القديس فيليمون وبلانيوس. في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهادة 305 ميلادية استشهد القديسان فيليمون وبلانيوس. كان القديس فيليمون مغنيا لإريانوس ولإنصنة وكان القديس أبلانيوس مزمرا للوالي أيضا، وكان بينهما صداقة، فاشتهى الاثنان أن ينال إكليل الشهادة. فدخل فيليمون يوما على الوالي إريانوس واعترف أمامه بالسيد المسيح، فأمر بأن يضرب بالسهام، فنال إكليل الشهادة. ثم دخل أبلانيوس وبعد ذلك واعترفه أيضا بالسيد المسيح، فغضب الوالي جدا وأمر أن يضرب بالسهام. وحدث أثناء ذلك أن رجع السهم إلى ناحية الوالي فأصاب عينه، وكان ذلك أمام بعض المسيحيين. فقال أحدهم للوالي، لأخذت من دمه ووضعت على عينيك لأبصرت؟ فلم يصدقوا في أول الأمر، لكنه من شدة الألم وضياع عينه أخذ جزءا من دم الشهيد أبلانيوس ووضعه على عينيه فأبصر للوقت، وندم كثيرا على ما فرط منه في تعذيب القديسين، وآمن بالسيد المسيح. أما القديسان فيليمون وأبلانيوس فأكملا جهادهم ونالا إكليل الشهادة. بارك صلواتهم فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا استجدت القديسة مريم الإسرائيلية. لم تكن هذه القديسة تعرف شيئا عن السيد المسيح، وكانت تعيش في سيرة ردية. فأرسل الرب لها قديسا وعظة وعرفها طريق الخلاص والإيمان بالسيد المسيح، وأن النفس لابد أن تعطي جوابا عن جميع أعمالها يوم الدينونة، مستندا على ما جاء في العهد القديم. ولما سمعت هذا الكلام خافت وارتعدت وعملت النعمة في قلبها، وسألت قائلة، هل يقبل الله توبتي ويسامحني على أخطائي؟ فأجابها القديس، نعم، بشرط أن الإيمان بالسيد المسيح، إنه جاء للعالم لخلاص البشر، وصلب من أجلنا ومات وقام في اليوم الثالث. فتابت وآمنت ثم اعتمدت بالمعمودية المقدسة. ولما بلغ خبرها للوالي أحضرها أمامه، فاعترفت بالسيد المسيح وتمسكت بإيمانها، فحاول أن يثنيها سواء بالوعد أو الوعيد فلم تقبل منه،
فأمر بتعذيبها وأخيرا قطع رأسها بحد السيف ونال تكليل الشهادة. بارك الصلوات تكون معنا ولربنا المجد دائما الأبد آمين. Thank you.
Agios otios, agios esheros, agios athanatos, o anastatik ton nekeron ke enilton, Iesos oranos, eleiton imes doxen batrike eion ke ageion ne mati ke nim ke ai ke so te ona soni onon amine getrias eleison imes أيها أستاذ الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وصل الأطهار مكرمين قائلا إن أنبياء عبران كثيرين أشتان يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعينكم لن تبصر لأذانكم لن تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأنجيلك المقدسة بطلبة أعطي قديسك يا رب ارحم أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرون نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقياماتنا كل إن وأنت لازم Sitte meta vovo theo kosmetagio evangelio. Fazmaro tinjuisne ukhne bram sho sintinigom ki revolucion oktukam atame theon agio evangelio antanos mas. بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين إن شاء عيسو بنوتي بن سيرو بنورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي تونخ بيهو نفشايني بيوفا بنوتي بيم ساسي كيريا من مزامير وتلاتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين انصت يا رب لكلماتي وافهم صراخي اصغي إلى صوت طلبتي يا ملكي وإلهي الليل ويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. قد سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر ومن أراد أن يقاضيك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك ومن سخرك ميلا واحدا فامشي معه اثنين من سالك فاعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده قد سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم
باركوا لاعنيكم وصلوا عن الذين يطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين فإنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فما هو أجركم إذ العشارون أيضا يفعلون كذلك وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تفعلون إن الوثنيون يفعلون كذلك فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات كامل والمجد لله دائما تتخني في أوي ما ربطو أبو أو إن جي إبكرا بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خارق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ساوي الآب فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء وتأنى صلب عنا على هذا بلاط بنت تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما مكتوب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدينا حياة الأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نوم بروح القدس رب المحن بسكم الآب نذكر له ونجده مع الآب والإب الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة مصرية ونعترف ومضيع احنا في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحضرها تأمين تين قوش تيبول خايت هنت يا ناستاسي تنتين يرف موت نم بيون خنت بيون اسنيو Ирин Полосин Тобнев Матис Я Аллаху Л'Азим Л'Абади Аллази Габл Л'Инсан Аль Гайр Фасадин والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس دمته بالظهور المحلد لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السموات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي
وعلى الأرض السلام وبالناس المصام الرام. For perfect peace, love, and the old apostolic kisses. Lord, have mercy. بمسرتك الله املا قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. One another with a holy kiss. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Yeah, Lord, for Jesus Christ, Son of God, hear us and have mercy on us. Offer an order, stand with trembling, look towards the east, let us attend. لك أيها المسيح مع أبيك الصالح وحي القدس لأنك أتيت وخلصتنا سلام Yeah.
مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرء غير المح وغير المبتدئ الأبدي غير الزمن الذي لا يحاد غير المفحوظ غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرأفات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئيين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا أيها الكلوس كيفو أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسل أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر ونبارك عظماتك إلى شر انظروا أنت هو القيام حولك الشاروبيم والسيرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يسترون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبيح الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون هاتفين قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأكدار
قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد عمق محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئا من أعمالي كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي ورسمت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم وأعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن أكل منه فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قاضيا سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط أدبتني بكل التأديبات المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجل أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين.
الكائن في كل زمان أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوى، إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني وأريتني القيامة من سقطتي، أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت لعنة الناموس، أبطلت الخطية بالجسد، أريتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان، أقمت الموتى من القبور، أخضعت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لي تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت زهرك للصياد، وخديك أهملتهما للطم. لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي الأصاب. الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب، أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت بكورتي إلى السماء، أظهرت لي إعلان مجيئك، هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد قطنه في بيوي. قطعت إليه الثكيرية كمي قطعت الثمرت يسيمو. ام پاینشتی مستریون انتیتی متب سویس اف سجغار تفف مو قایبان خیم بیکوز ما
وبتشين أويك جنب جي ثواب إن أطلتشين وانا ثليب أوهم كاريون أوهن رفطان خون إناتي جفاي بخنوم اسمي آمين أف قشت بشوم تفوف ان يوتف نوتي اوف نيفنت اون نيفنت اب شبه مود آمين اف اسم ايروف آمين افراق يزني في النت نوف ناجيوس ماثيتيس وين أبو سولوس ثواب إفقو إيموس جيتش يوم إبولن خد في تيروم باي غار ببصوما إتو نفش إجن ثنون محن كميشن ستف ابكو ابول انتيني نوفي فيارد في بايرف مبي فاي بخنو مثمي كافوت من انسى بذي ابنون افتوت في بلخن او اربن ام او موتاف شبه مود آمين اف اسمو ايروف آمين افراق يزني في اون نتنو فناجيوس ماثيتيس وين ابوستولوس اثواب افقو ايموس جيتشيس ويبول الخيط في تييرو واي غار بباس نو فنتيت ذي الثيكم بيري اتونا فون في ايبول إجن ثنون محن كميشن ستف إبكو إبول انتيني نوفي في آم آريت في با إرف مي في
النوم ابو الخمباي اي كيفاي او انت انسو ابو الخمباي افوتفاي ارتن اي شمبا مو ارتن اير مولوجين انت اناستاسيس ارتن اير امبامي Shatim. Amin, amin, amin. Ton sanaton so kiriye katan gelomen ke tinagayan so anastasin ke tinanalime psin so نفخيسيث ثواب وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا الآب وزور سلات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك كرابينك من الذي لك قاطع ابني بين مذبيه ابني بين لمن يتناول منه آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم لعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تناول قدساتك لأنفسنا وجسدنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع رسولي Peace of the one holy Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord have mercy.
هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام. وكل رأس أكفر الزوكسين الذين فيها ولا نذكر يا رب. بطريركنا الآب المكرم رئيس الكهنة البابا لمبات ودروس الثاني وشاركه في الخدمة الرسول الآب نوسف المكرم الأنبا مينا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا ودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس ساقفة مدينة اسكندرية العظمى وشريكه في الخدمة الرسول الآب نوسف المكرم الأنبا مينا. وسائر ساقفتنا الأرثوذكسية يا رب ارحم. والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة أنا أنبئ ملك كنيستك المقدسة إلى روعك قطيعك بسلام. اذكر رب القمامة وكسوس الرزوكسين والشمامسة. صلوا من أجل القمامة وكسوس الشمامسة والإبز ياكونين وسبعة طغمات كنيسة الله. يا رب كل الخدام وكل الذين في البتولات طهارة كل شعبك المؤمن اذكر رب ان ترحمنا كلنا معا. يا رب خلاص هذا الموضوع المقدس الذي لك وكل موضع كل دارة بين الارثوذكسيين. For the salvation of the world and the city of ours and all cities, districts, towns, and monasteries. Lord have mercy. والساكنين فيها بإيمان الله تفضل لرب مياه الأمطار والأنهار والزرع والعشب ونبات حقلات السماء ثمرات الأرض. فهذه السنة باركها. Pray for the air of the heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters, of the rivers, the seas, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them, have compassion on his grace, which his hands have made, and forgive us our sins. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. أصعدك مقدارك نعمتك فرح وجل أرض الروح أرسالتك سر أسمار أعد للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة والتي من الغريب والضيف ومن أجلنا كل إحنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أن الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاتك معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ريف مي بيبشوس نتافين نخون نيدورن نتافين ويجون نتافين ويبول هيتوتو موينو تيرم بيك مي بول خن في أوم 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 روس أبيك ساستي برتون أجيون تيميون دورون توتون Kisi se on himon prazoriro om ton kiriya لأن هذا رب وأمر ابنك الوحيد أن نشارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أبانا الرؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين الشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان إن هو ذي ثوابث منه تهم بارثينوس إن سيوني ذن تيثيو توكوس ثواب تيام آجي يا ماريم اي 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 ثيطاسك في فنوتي بلوغوس ان امي اثمي والقديس وحنا السابق صابش قديس ونوصر الشمام سؤال الشهداء ونازل لنج مركوس الرسول الطير والشهيد والبطريرك القديس ونصف عندس كورس قديس السنة سسر الرسولي
والقديس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء، القديس حنا زبلفان، القديس تادوس، القديس توفيلوس، القديس ديمتريوس، والقديس كريس، القديس باسيلس، القديس غرغوريوس الناطق بلا، القديس غرغوريوس صانع العجائب، والقديس غرغوريوس الأرمان. أنيو 318 مجتمعين ابن كون مال 50 قسطنطينيوم تم بافاسوس وابانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة بمقراط قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وابانا أنبا يونس القموس وابانا أنبا بشور بالرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح وابانا أنبا بولا طمعوس كال تلميذ وسيل أبوين قديس النارو من مكسوموس ودماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخشيت والقول القديس الأنبا موسى وحنس كامل قس وابانا بدانيال قموس وابانا بايزوروس القس وابانا بخوما بالشركة وتدروس تلميذه وابانا بشنود رئيس المتوحدين وانبويس تلميذ وابانا قديس الأنبا أبرامس فيوم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين نفسوا على ثم طلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسم القدوس الذي دعا علينا وهؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في بر كل واحد منا الذين ذكرنا الذين رقدوا وتنايوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء وعبيدك بافلوس بشوي مجدي هاني صدقي زهي أرماني سمير الوزان كمال جرس إميل الوزان إلي عجيب تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في حضن أبان القديسين إبراهيم إسحاق ويعقوب ولهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنوت في نور قديسيك يا رب ارحم دوكساسيك كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا إفلوغيثون كيريا نقفصون آمين كيريا ليسون من إبشويس إياكيتشين نوبسيش ممتن نوخم ببراديسوس انت بأورف خينت خوران تنيت ونخش عينيخن يروسليم انت تفخم بما يتأمب أنون ذهون خنيت وينر من قويل يمقيم أريهرون خن بكنات ياريه موتنان انت كريني شائفو أول إلى ملكوتك لكي يبعزك أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم والقدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم أيضاً فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلاً الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضاً فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وأسعاد أسراره الإلهية غير المائتة آمين.
Chrysom Ethoem. Tenos tembexoma Ethoem. Nimbis no fetayon. Nimbis no fetayon. انت بفخرستوس انجبي باندوكراتور بشوي سبين نوتي امين امين برو سبك ساستي كيري الايسو أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب الرحام الصوم والصلاة هما اللذان رفعا إلي إلى السماء وخلصا دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبوا عنهم كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الشهداء حتى سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في ملك المسيح كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة رجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك الله الآب القدس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد هم بخريستوس إيسوس بيه
choice. To kere yo eklina ati in obion so اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. Save them with your spirit, the fear of God, let's attend. امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. قدسات قدسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. ارني باسي نعمتي جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا آمين. آمين. جسد ودم عمانو للهنا ذاب الحقيقة آمين. حقا أؤمن. آمين 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 أؤمن 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 وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحل الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا ولدت لها القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بلاص بونتيوس وسلم عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوت لم يفاركنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى خلاصا وغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن معكم. رتبوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول والاستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة الزكية السمائية. يا رب ارحم دوخاتك ريا دوخا احب افكركم يا جماعه اللي جاي يتناول يكون متاكد ومميز ان ده جسد ربنا ودمه ويكون بيعترف وليه باعتراف ويكون طبعا صايم عشان ده احنا في سر الشركه فلازم نبقى مشتركين مع الكنيسه. لو انت واخد حل من ابونا لاي سبب تاني لكن المفروض انك تبقى صايم. ما تكونش في خصام مع حد لو سمحت. ما تكونش استعملت التليفون ولا تكست مسج اثناء القداس. شكرا. هللويا 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 هللويا
يا إيتوس بقريتوس رنثمين إيري يقون نمين يقون نمين إن إيقر إزما إبنو تيقني إثو وابتي روح إنتا ذللو يا إيسوس بقرستو سرنستبين إري يقون نمين وقون ممين إن إغرز موهر وفن بيتاك روهن تفكو ملي رويا إيسوس بخريسو سرن السبيل إري يقون نمين وقون ممين قرز موهر وفريش انتف متقوري اللي إيسوس بخريستو سرنستبين إيري يقون نمين إيقون نمين إنيقون وزموهرو مكوتا إباشا إنت تمت نشتي اللي رويا إيسوس بخريستو سرنستبين إيري يقون نمين إيقون نمين إيقون نمين وفنو اسمي انصال بين غسل للويا إيسوس بخريستو سرنستبين إيريس يقون نمين نمين يقول الموهر ومخنوش صالتير يونم أوكي صار ألي لويا إيسوس بخريستو سرن السبيل إيري يقون نمين نقول اسمه يروفنا عن كم نمان كروس اللي لو مباركة اسم الرب مباركة اسم الرب إيسوس سرنستبين إيري يقون نمين نمين يقول اسمه روح نهار كاب نمور غنون لويا إيسوس
Christ fasted for us, for
40 days and 40 nights. Praise Him upon the symbols of joy. Alleluia, Alleluia, Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights, but everything of the Lord our God. Alleluia, Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Allah fi jami'a qaddisi alli صام عنا البعيد يوما إذا ليلا سبحوا في جلال قوته هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوه على مقدرته هللويا هللويا يسوع المسيح صامعنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا كثرة عظمته هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوه بصوت البوق هللويا هللويا يسوع صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوه بمزمار وكسار هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوه بضفوف وصفوف هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا بأوتار وأرغون هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوه بسنج حافينات الصوت اللي
انشيري ان رومي بي ماي رومي انا غاثو اوز في تابشا انشمبي سرائي إل إنه من روم به إبشافي أبي أبشوبي إنشي Tobar
للرحمة على المساكين فإن الرحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح وتصوفيه مثلهم الصوم للنفس سبات طوبى لمن صام عن الزلات ذكى يخلص من كل الضربات ويرث ملكوت السماوات. اذكرنا امام الرب اغفر لنا خطايانا فنسبح سبح ملك عليا مجد الله في العلى والارض ترى والناس مصر امين الليل يا دوك ثبتك ايوك اجيب نعمتك ننكعي كيسوسي ونطني ونغامين تنوشي بولنكو شئو بن شويتي صد بخريستوس النستبي ناري يقوني من هؤوني من هيقوب شاينت الصوت انخيني النوبي صوت يم ونينان كريالا يسون كريالا كيريا إفلوكي صنع من اسمو إيروي اسمو إيروي استيمي طنيا كوني إيبور قنبي اسمو امين. يا ملك السلام اعطينا سلامك كل لنا سلامك واغفر لنا خطايا لك الكون المجد والبركه والعزه الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر ابانا الذي في السماوات. اسمك يا تملك ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين ولا ندخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين. محبة الله الأب نعمة الأبن الوحيد ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة مهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام ربي يكون معه مع روحك. إحنا هنقعد ناكل لقمة أغابي مع بعض وهنكمل اليوم.